إذن العيش في الآخرين، واحد كله يفكر الآخرين، فلان أغنى مني، فلان أحلى مني، فلان اشترى بيت، فلان اشترى سيارة، فلان أطول مني، فلان كذا، هذا أولاً يدمر حياة الإنسان ويعيش الشقاء. إحنا في هذه الدنيا عايشين أيام لنعمر آخرتنا، شنو واحد يعيش في هذه الأفكار؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: الدهر يخلق الأبدان. إحنا عايشين أيام ثم هذا الدهر يسحقنا جميعاً.